كيف حال المسلم مع كتاب الله مع القرآن؟ ماذا يصنع المسلم تجاه القرآن؟ دوادو مسلمانم قرآنم زر خوشتن خير دوادو زر لجنور دوادو زر بغداتنور. لابد أن يكون عندنا في كل يوم قراءة للقرآن وحفظ للقرآن ونظر في معاني القرآن. صدق مخوامي قتلش ما خقص قرآنم دي لجنر دي جنر قوش أزاد غجانر. أولا نصحح القراءة. يا بددو دي يجاجر تمام تنخيش. نقرأ على أستاذ عن عالم على مدرس. أستاذ زغور شأما يوي زغجان زغور شأما يا بجا أبو خي جن خي شواغ زرخوم شحر قبشاني بجا. نعرف معنى هذه الآيات. أبقى شكو آيات زجم زدغاشم قيشر جان خيش. من تفسير مختصر لا نأخذ تفسير مطول. بساشم بابشا تفسير خمشش نخجاشو نخجاكو قاكو خمشش أبدي جنر. ونستعين بالله على العمل بهذا الذي قرأناه وحفظناه. الحشكم ديتا أنخي قد بقنو آيات دزجام يمحنا قد قرؤام أرد غزجانو يوجدي حانو. أهم سورة عندنا لابد تصحح وتحفظ ونعرف معناها ونعمل نعمل بها سورة الفاتحة. بسومنا نخابو سورة خم ياشش زدغجان خير تمام دقي جنر محنقي جنر ار سورة الفاتحة راش. ثم بعد هذا بعد الفاتحة انا ابدأ بقصار السورة السورة القصيرة من القرآن. ابي وجه فاتحة زدغجان وج سورة جاشخم شد زغنوش.